تبقى للقوة الجوية اللي يحاول البداية القوية على مرمى نفط الجنوب. أمجد يا كرة خطيرة جفور. حقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على نفط الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للمرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، ودخل الجوية اللقاء في رحلة بحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة 33 عن طريق عماد محسن، ليعود محسن في الدقيقة 31 محرزا الهدف الثاني له ولفريقه. وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق اختتم أسامة علي أهداف الجوية بتسجيله الهدف الثالث، ليرتفع رصيد القوة الجوية إلى النقطة 45 في المركز السادس.